في أغلب الأحيان نتكلم عن سلالات الحمام الزاجل، ولكن لا نعرف تاريخها أو من أين أتت. وهنا نقف عند أحد مشاهير مربي الحمام في أوروبا، والذي خلق الحدث منذ سنوات بسلالة خارقة للعادة، ومنذ القديم إلى يومنا هذا وهي تحقق إنجازات عالمية والتاريخ شاهد عليها. واليوم سنقف عن تاريخ الحمام الهولندي وعن سلالته القوية في المسافات الطويلة. فمن يرى هذا المربي الذي أبهر العالم بسلالته؟ ابقوا معنا لنعرف المزيد عنه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة للإخوان هواة الحمام الزاجل في الوطن العربي عامة وخاصة في المغرب، وكذلك تحية خالصة لعشاق الحمام المسافات الطويلة. فحلقة اليوم ستكون عن أحد أعمدة الهواية وخصوصا في المسافات الطويلة، لأن عشاقه يتواجدون بكثرة وفي جميع أنحاء العالم. ومع العلم فإن مقولة الحمام الزاجل عشق لا ينتهي فهي تنطبق فعلا على حمام المسافات الطويلة، لأن فعلا عشقه لا ينتهي، فبالرغم من المسافات الطويلة التي يقطعها يستطيع العودة إلى مسكنه وإلى عاشقه. في هذا الجزء سأقدم لكم الرقم واحد بين مشاهير وأبطال سباقات المسافات الطويلة، إنه الأسطورة جون أردن. ففي 6 نوفمبر 1893 وبالضبط في مدينة أسترغوت الهولندية، والتي تبعد ببضع كيلومترات عن شمال المدينة المشهورة بريدا، ولد جون أردن من أبوين مارتينوس ولوتشيا، حيث نشأ وترعرع في أسترغوت المشهورة آنذاك بمخابزيا، وذهب إلى المدرسة في دير القديس بولس، وعرف عن حبه الشديد للحيوانات وخصوصا الحمام، لأنه في ساحة الكنيسة كان يوجد هناك مسكن للحمام وكان يقضي معظم وقته فيه، وترك ذلك انطباعا جيدا عند جون أردن. وبعد ذلك تمكن من الاعتناء بحمام الأب بولس، وأخذ يتعمق في تربية الحمام وخصوصا حمام السباق، فأصبح يلح على والديه لإنشاء مسكن للحمام في منزله. ولم يمر الوقت إلا أن تمكن من إقناعهم، وتم ذلك بإنشاء مسكن صغير له، لأن والده لم يكن يملك المال الكافي آنذاك. وبعد ذلك أصبح يبحث عن الحمام الجيد، وهذا ما كان ينقصه لإنشاء مملكته الصغيرة ألا وهو الحمام. وهنا تبدأ قصة جون أردن. أول زوجين من الحمام يحملان قصة جميلة. آنذاك كان الأب بولس يقوم بتربية الأطفال بنظام البطائق الحمراء والخضراء، وللحصول على بطاقة حمراء يجب على الأطفال كسب 6 بطائق خضراء كعلامة على العمل الشاق مع الطلاب. وآنذاك كان جون أردن تلميذا مجتهدا، حيث تمكن من كسب 6 بطائق حمراء في وقت قصير تخول له الحصول على كتاب للقراءة من الأب بولس. إلا أن الأمر كان مختلفا مع جون أردن، فقد أراد شيئا آخر، كان الحمام الذي ينقصه لإكمال مملكته الصغيرة، فقام بتغيير 6 بطائق بزوج من الحمام. وهنا بدأت قصة الأسطورة جون أردن، حيث أصبح أشهر مربي الحمام في هولندا على الإطلاق، والرقم واحد بين المشاهير المربين والأبطال، إنه فعلا الرقم واحد. لم تنتهي قصة جون أردن بعد، فهي فعلا بحرا واسعا وممتعا. نكتفي بهذا الجزء من هذه الحلقة، لنضرب لكم موعدا إن شاء الله في حلقة قادمة مع قصة جون أردن. إخواني الكرام متتبعي قناة الزاجل المغربي، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم، وكذلك لا تنسوا تعليقاتكم التي تهمنا. الحمام الزاجل عشق لا ينتهي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.